بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالير إيكومبروندر. إذن فمرحبا بكم. إذن لازلنا مع هذا الصوت، صوت غ، صوت غ، لصون غ. إذن انتهينا إلى حدود هذه الكلمات. عندنا إيتي غيري، إيتي غيري، إيتي غيري، هل أنت شفيت؟ طبعا لو كنا نريد أن نقول هنا هل أنت شفيتي، إذن طبعا سنضيف هنا للتأنيث. علاش؟ لأن لو فيرب غيغيغ مصرف مع إتخ، نقول تي غيغي أنت شفيت، أو تي غيغي أفيك أو أنت شفيتي. طبعا أشرنا في غير ما مرة إلى الخيارات لتتخلي الفعل أنه يتصرف مع إتخ أو يتصرف مع أفواغ أو يتصرف مع أفواغ. بحال دابا هنا الشفاء متعلق بالشخص، ماشي الشخص غيشفي شي واحد اخر. للإشارة هنا لو فيرب غيغيغ المقصود به أشفى أو شفى، يعني أنك تشفي شخص، هذا هو لو فيرب غيغيغ. تتصرف مع لو فيرب أفواغ، تتصرف مع لوكسيليغ أفواغ، هنا تنصرفوه مع إتخ. كما أشرنا إلى ذلك بأن هناك أفعال تتصرف مع إتخ وتتصرف مع أفواغ تابعا دائما للمعنى الذي ذكرنا، اللي هو واش الفعل تتعلق بالشخص ولا الفاعل يطبق الفعل على مفعول به، على مفعول به مثلا. إذن مثلا هنا لا غيريزون، الشفاء متعلق بالشخص، متعلق بك أنت. إذن طبعا الفعل غيتصرف مع إتخ، ولكن ملي تتصرف مع إتخ راه تيتساكورد، إل ساكورد أون جونغ إي أون نومبغ أفيك لو سوجي. لو فيرب ساكورد أون جونغ إي أون نومبغ أفيك لو سوجي، يعني أن الفعل تيتأثر بالفاعل. إلا كان مؤنث نضيف أ، وإلا كان جمع نضيف أس، وإلا كان مؤنث جمع نضيف أ أس. إذا أردنا القول هنا مثلا هل أنت شفيتي، طبعا نضيف أون، هذا علاش هنا فاهمنا هل أنت شفيت، لأن ما كناش أ. أي تي غيري هل أنت شفيت، أي تي غيري أفيك أ هل أنت شفيتي. ثم عندنا مونتخ موا تا لونغ، مونتخ موا تا لونغ، مونتخ موا تا لونغ، إذن أظهر لي لسانك، تا لونغ لسانك. ثم تي فاتيغي، تي فاتيغي أنت تعبت، تي فاتيغي. ممكن يكون سؤال، إذا كانت عندنا هنا أن بوان دانتيغوغاسيون، إذا نقول مثلا تي فاتيغي، تي فاتيغي هل أنت تعبت، فتتحول العبارة إلى سؤال. تي فاتيغي هل أنت تعبت، طبعا بنفس الشكل كما تلاحظوا لو فيغ فاتيغي. للإشارة هنا أيضا لو فيغ فاتيغي المقصود به شخص يتعب شخص آخر مثلا. إذا نتكلم عن لو فيغ فاتيغي، هنا ملي تنصرفو مع إتخ، ملي تنصرفو الفعل مع إتخ تتولي لا فاتيغ، يعني العياء أو التعب تولي متعلق بالشخص، وبالتالي الفعل تيتصرف مع إتخ. ونفس الشيء بحال لو فيغ غيغيغ، إذا قلنا تي فاتيغي، تي فاتيغي هل أنت تعبانة أو هل أنت تعبتي، نضيف أ لأن الفعل مصرف مع إتخ. التداعية ديال الصرف مع إتخ هي هذه، على عكس أفواغ إلا في بعض الحالات. بالنسبة لأفواغ إلا في بعض الحالات سنرى إن شاء الله. إذا نعيد، إذا كما قلنا إي تي غيري، إي تي غيري، إي تي غيري، إي تي غيري.
Es-tu guéri? Montre-moi ta langue. ثم عندنا tu es fatigué. Ensuite, nous passons à ces images pour dire qu'est-ce que c'est. Nous prenons la première image et nous posons toujours la même question qu'on a l'habitude de poser. Qu'est-ce que c'est? C'est le guidon. نتكلم عن مقود الدراجة. لو غيدون كما تلاحظوا بأن لو غيدون عندها علاقة بفعل غيدي كما رأينا فيما سبق قادة. لو شيان غيد لو بوفر أفوغل. إذن الكلب يقود الأعمى المسكين أو الأعمى الفقير. إذن طبعا لو فيرب غيدي أو لو غيد كما رأينا لو غيد يعني المقصود به هو الدليل، سواء تكلمنا عن كتيب صغير دليل المواقع السياحية مثلا أو نتكلم عن دليل كشخص، شخص يدل السياح على المناطق المهمة مثلا حتى يزوروها. إذن نتكلم عن الدليل لو غيد. هنا عندنا طبعا لو غيدون. إذا نتكلم عن هذه الجزئية من الدراجة. إذا نقول مثلا لو غيدون دي فيلو. إذا نتكلم عن مقود الدراجة. نباسون على دوزيام إيماج إي نوبوزون لا ميم كيستيون. كيسكو سي؟ سي تون غاب. إذا نتكلم عن الدبور. نتكلم عن نوع من الحشرات تطير.
يعني أن لسعتها تكون قوية. إن جاب نباسون على تخوازيام إيماج توجور لا ميم كيستيون كيسكو سي كيسكو سي إن غيرلوند إن غيرلوند إن غيرلوند. إذا نتكلم عن أشياء تزين بالساحة تسمى غيرلوند إن غيرلوند. Ensuite, nous passons à la quatrième image et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la guitare. C'est la guitare. La guitare. La guitare. Ici, on a une guirlande. Une guirlande. Une guêpe. Une guêpe. Guêpe. Une guêpe. Nous prenons la cinquième image. Toujours la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une marguerite. 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 Nous passons à la sixième image. Toujours la même question. دائما نفس السؤال. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une bague. C'est une bague. C'est une bague. إذا نتكلم عن خاتم. Pour la septième image. Qu'est-ce que c'est? بالنسبة للصورة السابعة. Qu'est-ce que c'est? C'est un guignol. إذا نتكلم عن دومة متحركة. C'est un guignol. الدومة التي تحرك باليد ليتم خلق مشاهد من خلالها إذا تسمى غينيول. نتكلم أحيانا عن سبيكتاكل دو غينيول كما نتكلم عن مشهد دومة متحركة أو عرض مسرحي للدومة المتحركة. Et enfin nous prenons la dernière image et nous posons la même question qu'est-ce que c'est et nous posons la même question qu'est-ce que c'est. C'est le muguet. C'est le muguet. إذا نتكلم عن نوع من الزهور يسمى le muguet. Le muguet. Le muguet. Le muguet. طبعا كما رأينا فيما سبق بأن أط في آخر الكلمة تعطي الصوت أي كما في كلمة le robinet. Le robinet. إذا طبعا تتكون عندنا في آخر الكلمة أطي تعطينا الصوت أي. Pour l'instant, nous passons à ce paragraphe et nous prenons en premier temps les mots avec CH qui donne le son CH. Qui donne le son CH. Par exemple, la chasse. La chasse. Regardez ici, sur cette image, on a cet homme qui est à la chasse. Qui est à la chasse. Hadar rajoul huwa fi sayd. إذا نتكلم عن لا شاس ومن فعل شاسي يعني استادا فعل استادا شاسي على عكس لا بيش. لا بيش يعني صيد البحر صيد البحر أو صيد الماء ومنها أيضا لو فيرب بيشي بيشي يعني استادا بالصنارة أو بالشباك نتكلم عن صيد السمك. Ensuite on a le chien. Regardez ici, c'est le chien. Voilà, c'est le chien. Le chien. El kelb. Ensuite, on a la marche. On a la marche. Après une longue marche, le chien est fatigué. Il tire la langue, une grande langue rouge. Après une longue marche. Après une longue marche. بعد مسير طويل بعد سير طويل مارش ومن لو فيغ مارشي جو مارش انا اسير جو مارش انا اسير تي مارش انت تسير اذا لا مارش هو السير. انسويت قلنا لا شانس لا شانس هنا الحظ لا شانس الحظ لا شانس الحظ
يقال لك مثلا تيستي فوتر شانس، تيستي فوتر شانس، ايسيي فوتر شانس، يعني حاول حظك، جرب حظك. ensuite on a des mots avec h par exemple de l'herbe هاد h كما تلاحظوا كملوا ان لا تسمع de l'herbe de l'herbe طبعا l'herbe هو العشب de l'herbe كما نقول من العشب de l'herbe de l'herbe ثم de bonheur de bonheur مثلا il se réveille de bonheur هو يستيقظ باكرا كما نقول هنا في ساعة جيدة ساعة جيدة المقصود بها هنا الصباح الباكر دو بونور في الصباح الباكر دو بونور في الصباح الباكر اش هنا ايضا كما لو انها لا تنطق دو بونور دو بونور ensuite on a aujourd'hui aujourd'hui هذا اليوم يكتب بهذا الشكل aujourd'hui نقول مثلا aujourd'hui il va à l'école اذا اليوم في هذا اليوم سيذهب الى المدرسه aujourd'hui ensuite on a le son g par exemple la langue la langue la langue اللسان وممكن يعني اللغه كما ذكرنا la langue ensuite on a la fatigue la fatigue la fatigue la fatigue العياء او التعب la fatigue ومن فعل fatigué نقول مثلا le chien est fatigué الكلب تعب من طول المسير la fatigue ثم une longue route une longue route طريق طويل une longue route طريق طويل une longue route بعدها عندنا la chasse la chasse la chasse إذن la chasse الصيد le père de René aime la chasse le père de René comme exemple aime la chasse إذن أب René يحب الصيد ce matin il s'est réveillé de bonheur هذا الصباح il s'est réveillé de bonheur اذا هو استيقظ باكرا de bonheur باكرا ce matin il s'est réveillé de bonheur il a quitté la maison il a quitté la maison il a quitté la maison à 6 heures du matin il a quitté la maison à 6 heures du matin à 6 heures du matin اذا هو ترك المنزل المقصود أنه غادر المنزل à 6 heures du matin في السادسة صباحا il a quitté on a le verbe quitter ici on a le verbe se réveiller se réveiller في البريزون نقول il se réveille هو يستيقظ الآن ولكن في الماضي تيتصرف مع être كل الأفعال اللي عندها se نتكلم على verbe pronomino نتكلم على فيرب برونومينو كاع الافعال اللي عندها سو تتسمى لي فيرب برونومينو فعل واحد نسميه ان فيرب برونومينال تيكون عنده سو بحال هنا il se réveille اذا عندنا لو فيرب سو ريفيي سو ريفيي اذا لو فيرب سو ريفيي سي ان فيرب برونومينال لان عنده سو هاد الافعال كل الافعال اللي عندها سو ملي تنصرفوها مع ان طون كومبوزي ملي تنصرفوها مع زمان مركب ما معنى زمان مركب يعني انه تيحتاج اتر او افوار هذا هو الزمان المركب تنتكلموا على الازمنه اللي تتحتاج اتر او افوار باش يتصرف الفعل هذه تتسمى ازمنه مركبه لانه تيكون فيها اتر او افوار زائد الفعل بحال اللي عندنا هنا مثلا عندنا اتخا هو صرفناه في البريزون ثم زدنا عليه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل سو ريفيي اذا فاصبح عندنا لو باسي كومبوزي ديال الفعل اللي هو سو ريفيي اذا طبعا
في كل الأزمنة المركبة اللي تتحتاج بحال هذا الشكل هذا، أن تكون مركبة من جوج ديال الكلمات être أو avoir زائد لو participasi ديال الفعل. طبعا كاين أزمنة أخرى، شنو الفرق بينها وبين لو باسي كومبوزي؟ الأزمنة الأخرى المركبة شنو الفرق بينها وبين لو باسي كومبوزي؟ الفرق بينها وبين لو باسي كومبوزي وبين لو باسي كومبوزي هو هاد لوكسيليير تنصرفو في زمن آخر، في زمن آخر بسيط، تنتكلمو على زمن آخر بسيط. ما معنى زمن بسيط؟ لوكسيليير بوحدو غيتصرف بدون ما تنضاف ليه شي كلمة أخرى. إذا طبعا نتكلم عن زمن بسيط، إذا هاد لوكسيليير إلا صرفناه في زمن آخر، إذا طبعا غيولي عندنا في الكل ككل غيولي عندنا زمان آخر مركب ديال هاد الفعل الثاني. مثلا إلا خدينا هاد إتخ اللي عندنا هنا في البخيزون وصرفناه في لامبارفي، إذا سنقول إيل سيتي، إيل سيتي غيفي، هنا غيولي عندنا لو بلوس كو بارفي، لأننا صرفنا هاد لوكسيليير في زمن آخر بسيط، في زمن آخر بسيط اللي هو لامبارفي. لامبارفي طبعا معروف في اللغة الفرنسية بأنه زمان بسيط، بحال لو بخيزون، بحال لو بخيزون، بحال لو فيتور سامبل، بحال لو باسي سامبل، هادو كل أزمنة بسيطة. إذا على كل حال، سوماتا إيل سي ريفايي، لي مهم هنا أننا نعرفو بأن لي فيرب، لي فيرب برونومينو في الأزمنة المركبة ديما تتختار إتخ، متيمكنش يكون عندنا أفواغ. إيل سي ريفايي، il s'est réveillé، اذا هو استيقظ دو بونور باكرا، اذا سوماتا هذا الصباح، il s'est réveillé دو بونور، اذا هو استيقظ باكرا. il a quitté la maison، il a quitté la maison à 6h du matin، il a quitté la maison à 6h du matin، اذا هو ترك المنزل، هو غادر المنزل à 6h du matin. أسي أسي هاد إكس ما تتنطقش، متى تكون مراها كلمة أخرى. أنا أقول هنا سيس، طبعا هي في الحقيقة سيكس، ولكن تتقرا في اللغة الفرنسية سيس إلا كانت بوحدها ككلمة. إذا نقول أن دو تخوا كاتخ سانك سيس، سيس بحال هاد الشكل تتكتب، ولكن متى تكون مراها كلمة تنقراوها سي. أسيزوغ، أسيزوغ طبعا تنديروا لا ليزون هنا، لان هاد اش ما تتقراش، اذا بحال عندنا اون فويل في اول الكلمه، بحال عندنا اس هنا، اذا تتعطينا الصوت ديال زيد، تنقراو هاد ليزون بالصوت ديال زيد. اسيزور، اسيزور دي ماتان، اسيزور دي ماتان، اذا في السادسه صباحا، اذا هو ترك المنزل، هو غادر المنزل اسيزور دي ماتان السادسة صباحا. إلى كيتي، طبعا عندنا لو فيرب كيتي مصرف مع أفواغ، إذا هو ترك شي حاجة. إل أ كيتي لا ميزون، هو ترك المنزل. في الحقيقة هاد المعاني غنشوفوها بشكل كبير تتحدد لنا واش الفعل يتصرف مع إتخ أو أفواغ، لأن في الحقيقة بحال هنا هاد السيد راه هو ترك المنزل، يعني بحال هو غادر بنفسه، ولكن في الكلام كيفاش تتقال؟ تتقال بحال هو قام بشي فعل المنزل. في الحقيقة هو ما قامش بشي فعل على المنزل، المنزل باقي في بلاصتو، إذا هو اللي تحرك، هو اللي مشى. رغم هذا هي تتقال في الكلام كأنه هو فعل شيئا للمنزل، وبالتالي الفعل تيتصرف مع أفواغ تبعا لهاد الكلام اللي تقال. إلى كيتي لا ميزون، إذا هو ترك المنزل، الكلام تيتقال كأنه قام بفعل على المنزل، هو ترك المنزل. لو فيرب كيتي فا سو كونجيغي افيك افواغ، عندنا هنا لو باسي كومبوزي ديال الفعل كيتي. إلا كيتي لا ميزون أ سيزوغ دي ماتان، إلا بخي سون فيزي، فوالا روكاردي سي سي لو فيزي، إذا نتكلم عن البندقية. إلا بخي bien sûr ici on a le verbe prendre، il a pris، il a pris، اذا هو اخذ son fusil، son fusil، اخذ
سلاح كما نقول أو أخذ بندقيته كما عندنا هنا. طبعا كما تلاحظوا لو فيرب بروندر إذا هو أخذ، شنو أخذ؟ أخذ سون فيزي، أخذ بندقيته. إذا هو قام بواحد الفعل على هاد لو فيزي، على هاد البندقية. إذا هو أخذ تماما كما رأينا فيما سبق، إلى بخي لو تخان. إذا هو أخذ القطار، كأنه أخذه بالطريقة ديال لو فيزي وهي مش حقيقية. هو أخذ القطار، المقصود أنه ركب القطار، ولكن يتتقال بهذا الشكل، وبالتالي حنا غنتعاملوا مع لو فيرب بروندر بنفس الطريقة. إلى بخي سون فيزي، طبعا فيزي هاد ال ما تتنطقش. إلى بخي سون فيزي، سون فيزي. سون شيان إي بارتي أفيك لوي، سون شيان إي بارتي أفيك لوي. إذن كلبه انطلق معه، افيك لوي مع هو، معه. سون شيان اي بارتي افيك لوي. Il a marché dans les champs et dans les bois. Il a marché. اذا عندنا هنا كما راينا فيما سبق، après une longue marche، après une longue marche، بعد مسير طويل. اذا هنا عندنا لو فيرب marcher، ماشي لا مارش، لا مارش يعني المسير او السير. هنا عندنا فعل سار او فعل تمشى، الى مارشي. اذا الى مارشي هو سار او تمشى. دون لي شون في الحقول، اي دون لي بوا، اي دون لي بوا. طبعا تنعرفوا بان لو بوا هو الخشب، لي بوا كما نقول الاخشاب، ولكن تنعنيو بها ايضا لي فوغي. في الغالب تنستعملوا هذه الكلمه ايضا للدلالة على لي فوغي، على الغابات، على الغابات. اي دون لي فوغي، وفي الغابات. إذن هو تمشى في الحقول وفي الغابات. إلى مارشي دون لي شون اي دون لي بوا، إلى مارشي دون لي شون اي دون لي بوا، إلى مارشي دون لي شون اي دون لي بوا. إذن هو تمشى في الحقول وفي الغابات، كما نقول هنا اي دون لي فوغي. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.